ثورة مستمرة هاي ما لها حل إلا النصر. واحدة من أطول الثورات في العالم على مر العصور، وعد بشار الأسد بإخمادها خلال الأشهر الأولى من اندلاعها، وجند لها الجيش والأمن وعشرات آلاف العناصر من لجان الدفاع الوطني. ثم وعد بوتين بأن ينهيها خلال أشهر من بدء تدخله العلني عام 2015، وجلب لذلك أحدث الطائرات والمروحيات في الجيش الروسي. ثم وعد قاسم سليماني بأن يسيطر عليها، وجلب لذلك عشرات آلاف العناصر الطائفيين المنتمين إلى عشرات الألوية الإيرانية من العراق ولبنان وأفغانستان وباكستان. فمات سليماني وما ماتت الثورة. ولم ينجح الأسد وخامنئي وبوتين في أن يقضوا عليها كلياً. استطاعوا بالبراميل المتفجرة والكيماوي وصواريخ الفوسفور والنابالم حرق وتدمير البلاد فوق رؤوس ساكنيها. وعندما لم تنفع كل أنواع الأسلحة، لجأوا إلى حصار المدن الثائرة وتجويع المدنيين والأطفال فيها. حصار وتجويع وقصف انتهى بتهجيرهم قسرياً من مدنهم في مختلف محافظات سوريا إلى الشمال السوري في إدلب وريف حلب. قتلوا نحو نصف مليون واعتقلوا مئات الآلاف، وهجروا نحو 7 ملايين سوري إلى الخارج، إضافة إلى ملايين النازحين في الداخل. فعلوا كل هذا لكنهم لم يستطيعوا كسر إرادتهم، وهم حتى اليوم يزالون يتظاهرون طلبا للحرية والكرامة، بل وينضم إليهم آخرون. نعم، ربما لم تنتصر الثورة بعد، ولكنها لم تنهزم. نعم، ربما لم تتحرر سوريا من حكم ديكتاتورها، لكن الشعب السوري تحرر.